الكلام عن القمة ما بينتهيش في الليلة الكبيرة، الليلة الكبيرة للقمة 115. سمعنا آراء النجوم الكرة المصرية، سمعنا آراء كابتن حازم إمام، سمعنا آراء كابتن ماهر همام، سمعنا الموهوب الخلوق وليد صلاح الدين، اتناقشنا مع نجومنا في الاستوديو في هات وخد، وفي كل واحد شايف، لكن اتفقوا على معظم آراء كتير. أكيد عايزين نسمع النقد الرياضي، عايزين نسمع صوت العقل دايما، اللي بيقول النقد الرياضي ده هو الميزان. أكيد معانا واحد من النقاد الرياضيين الكبار ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت، مشرفني ومنورني. تحياتي إيهاب الخطيب، تحياتي الكابتن محمد عامر، تحياتي الكابتن طارق السعيد. طبعا ما شاء الله، يعني جلسة الناس كلها أكيد سعيدة بآراء محترمة من نجمين من نجوم الكرة المصرية، وطبعا الزميل العزيز والاخ والصديق ايهاب الخطيب حاضر في الميعاد ل يعني قناه هو بيعمل فيها بمنتهى الحب، بعيدا حتى عن احترافيته، ما شاء الله عليه. يعني هتكمل بيك يا استاذ عصام، هتكمل بيك. اتفضل اتفضل. هتكمل بيك يا استاذ عصام. العفو كابتن عامر، العفو كابتن، ده جزء من حقكم على الجماهير، وهو حق منقوص في جيل حضرتك. يمكن جيل الكابتن طارق شويه الناس خدت بالها مع السوشيال وروافد الاعلام، ولو انه طبعا مش بنفس الزخم الحالي. ويكفي شرفا ان مصر دايما ولاده، بدءا من هذا السلسال العظيم من ثلاثينات القرن الماضي مع كاس عالم، والان ابو صلاح طبعا مشرفنا مرورا بكل الاجيال العظيمه. وانا بشرف انه كنت مع جيل حضرتك، وطبعا اخويا العزيز طارق السعيد كنا في بداياتنا، وشفنا ازاي كل النجوم بكل الالوان، مش بس نجوم الاهلي، قد ايه كانوا بيقدموا منظومه رغم الهوايه لكنها قمه في الاحتراف في حب مصر. استاذ عصام، كيف يرى النقد الرياضي القمه 115؟ والله القمه 115 رقميا بنتمناها انه يبقى المفهوم الاساسي انها الديربي الافريقي العربي الاهم، وربما الشرق اوسطي، ولنا في اشقائنا العرب وهم يستعدوا للمباراه، وطبعا اهالينا في شمال افريقيا العرب ايضا والافارقه فنيا الكل يستعد لمشاهده. نتمنى ان الفريقين ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن الفني وفي اخراج المشهد العظيم. الاكيد ان بكره مفاجآت كثيره حتى بعيدا عن الفنيات، فلديك اثنين من اكثر من يحللوا الامر فنيا، لكن اللي هيساعدنا كناقلين حصريين للمواطن المصري والعربي صاحب كل الحقوق الحصريه ان نطالب بقمه تليق بعنوان اسمه مصر الجديدة، تليق بمجلس إدارة النادي الأهلي مع محمود الخطيب والذين معه ربنا يوفاهم، تليق أيضا بطموح جماهير الزمالك وأعضاء مجلس إدارته مع تغييرات كثيرة تحدث عنها النجمين الكبار في الاستوديو. أتمنى أن عناويننا تبقى فرحة بهذا المستوى، وليفوز من يفوز، وليفوز الاقدر، واللي جنرال توفيق كمان سيساعده كثيرا، ولكن جنرال توفيق عودنا انه بيصاحب اهل بذل الجهد والاكثر استقرار واستتباب فني واداري. انما في كل الاحوال اتمنى ان منشتتنا كلها استاذ ايهاب، كابتن عامر، كابتن طارق، تكون على محور مهم ان الكره المصريه تليق بانجازاتها، تليق بما رايناه على الستيج او على مسرح الكاف لأول مرة، ثلاث تتويجات ولا أعظم، ثلاث تتويجات كبرى بدءا من نجمنا وابننا وابن مصر العربي المصري الأفريقي محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي في المدير رقم 2017، كما بدأنا في العام 83. ويمكن على ذكر القمة في العام 84 بعد ما الكابتن خطيب ربنا يديله الصحة فاز سنة 83، كابتن إبراهيم يوسف رحمه الله كان الأكثر اقتراب، لكن وقتها فضلوا سيوفيل أبيجا لو الناس فاكراه نجم الكاميرون، لأنه كان احترف في تولوز وبدأت تعن حكاية الاحتراف الأوروبي. وبالتالي كل هذه المواعيد مع أفضل منتخب، مع كوبر الراجل اللي انتقد كثيرا وباس علمنا وكأنه أصبح أحد مواطني المحروس، ده يحط علينا حمل يا أستاذ عصام إنه على القمة الثلاثي يكتمل هذا المربع بقمة تليق إن شاء الله. يا أستاذ عصام القمة تليق، تحياتي
ليك استاذنا الكبير الاستاذ عصام سلطان. شكرا لحضرتك. الوقت بيجري.